الأمين العام للحكومة السيد محمد الحجوي عقد بالرباط لقاءً مع الأمين العام للحكومة رئيس اللجنة الوطنية الجيبوتية للصفقات العمومية السيد ألميس محمد عبد الله، تم خلاله بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجال القانوني. وعلى رأس وفد من بلاده يقوم السيد ألميس محمد عبد الله بزيارة للمغرب تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين وتقاسم الخبرات والممارسات الفضلى في المجال القانوني، لا سيما ما يتعلق برقمنة مسلسل إعداد النصوص القانونية. هذه الزيارة تهدف إلى تدارس سبل التعاون بين المملكة المغربية وجمهورية جيبوتي، لا سيما فيما يتعلق برقمنة الجريدة الرسمية والاستفادة من التجربة المغربية في هذا الخصوص. المباحثات شكلت أيضاً فرصة لتدارس سبل التعاون في مجال الصفقات العمومية ومنهجيات رقمنة هذه الصفقات. هذه الزيارة تأتي في إطار سياسة الانفتاح التي تنهجها الأمانة العامة للحكومة على نظيرتها ولا سيما الأفريقية منها، وفي إطار العلاقات المتينة التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية جيبوتي الشقيقة. فتنصبت المحادثات بيننا وبين أصدقائنا في الأمانة العامة للحكومة في جمهورية جيبوتي على مسلسل إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية وعلى رفع الطابع المادي على إعداد هذه النصوص. وبالمناسبة عبر الوفد الجيبوتي عن الرغبة في تطوير علاقات التعاون بين البلدين في مجال الرقمنة وتحديث الأساليب والعمليات المتعلقة بالإنتاج القانوني.